الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: لبنان يتبلغ انتهاء المناورات الروسية في المتوسط، وزعيتر يعلن أن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها. الاستقلال الثاني بغياب رأس الدولة، مسيرات حزبية وأهلية تجوب بيروت، وأكاليل من الزهر على أضرحة رجالاته. شارل دوغول تبشر غدا ضرب داعش، وبلجيكا تبقي على حال التأهب القصوى في بروكسل. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة: برشلونة يذل ريال مدريد والخسارة تقيل بينيتيز. انتهت أزمة تحويل مسارات الطيران المدني اللبناني مع إعلان وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أن البحرية الروسية أنهت المناورات العسكرية في مياه المتوسط، وبالتالي فإن حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ستعود إلى تسيير الرحلات وفقا للمسارات الجوية السابقة. وردا على سؤال حول أن بعض التحليلات اعتبرت أن تغيير مسارات الطيران كان يهدف إلى مرور الطيران فوق الأراضي المحتلة، أسف زعيتر لهذه التحليلات وقال إن المسار الجنوبي الذي اعتمد مؤقتا عائد للطيران اللبناني، وكان لا يتم استعماله في السابق بسبب التهديدات الإسرائيلية. نعلن ما أبلغناه من البحرية الروسية أنها قد أنهت المناورات العسكرية في المياه الدولية في البحر المتوسط، وعلى هذا الأساس أصبح بإمكان جميع شركات الطيران التي تنطلق من مطار رفيق الحريري الدولي والشركات أو الطائرات القادمة إلى مطار رفيق الحريري الدولي أن تسلك المسارات المحددة بشكل طبيعي وشكل عادي. البرقية الروسية الأولانية كانت نوع من الإذن، أو بالأحرى نحن عم نقوم بهذه المناورة في منطقة معينة في مساحة معينة وعلى ارتفاعات معينة محددة، وكانت واضحة أنه يا لبنان يا قبرص يا تركيا يا الدول التي تتأثر مساراتها مسارات طيرانها في هذه المنطقة أنه تأخذ الحذر. هذا كل الأمر، يعني كل ما في الأمر، يعني لا الروس عم يعتدوا علينا ولا بالعكس، ونحن الروس أصدقاء ويعني قدموا للبنان وعم بيقدموا للبنان كل الدعم. غصت شوارع بيروت وساحات وسط المدينة بمسيرات بالجملة سارت في ذكرى الاستقلال، حاملة مطالب بدأت بانتخاب رئيس للجمهورية ووصلت إلى المطالبة بحل أزمة النفايات، مرورا بالمطالب الاجتماعية للمواطنين. تعددت المسيرات تحت عنوان الاستقلال، فحزب الكتائب أراد من خلال مسيرته التي انطلقت من أمام البيت المركزي في الصيف وجالت في شوارع بيروت، أراد أن يكون للجمهورية رأس وأن يمارس النواب واجبهم الدستوري. اللي بدنا إياه مساء جديد بيقوم على أساس وأسس واضحة، لا لسياسة المحاور، لا للتضحية بأمن اللبنانيين، لا لانتهاك الدستور. حملة بدنا نحاسب دعت إلى مسيرة انطلقت من المتحف، حيث وضعت بمشاركة مجموعات الحراك المدني إكليلا على نصب الجندي المجهول إلى ساحة رياض الصلح، مرورا بكورنيش المزرعة وشارع مارلياس. إن شاء الله معكم أنتم بالمستقبل القريب يصير في سلطة بديلة عنها سلطة الفائزة. مسيرة يلا نمشي دعت إليها جمعية فرح العطاء ونقابة المحامين ومدارس، انطلقت من مفرق القصر الجمهوري باتجاه ساحة الشهداء للمطالبة بحل الأزمات من النفايات إلى الفساد إلى التقديمات الاجتماعية وضمان الشيخوخة وقانون الإيجارات وإقرار القانون المتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وتحت عنوان الاستقلال عن إملاءات البنك الدولي وحيتان المال وسلطة الفساد، انطلقت مسيرة التيار النقابي المستقل وحراك 29 آب والحراك النقابي من أمام مقر البنك الدولي نحو جمعية المصارف وصولا إلى ساحة الشهداء. حول نظام طائفي ما قادر يعمل دولة، بدنا نحن نعمل دولة. حركة المواطنة احتفلت بالذكرى في ساحة رياض الصلح حيث أهالي العسكريين المخطوفين. أي استقلال ومن هم شرايين الوطن في الجبال مأسورين؟ أي استقلال ولدينا 25 عسكريا مخطوفين يذلون ويعانون
منذ 478 يوما، وهم أغصان الأرز التي تكسرت بخطفهم. حملة طلعت ريحتكم استكملت حملتها على السلطة في ملف النفايات من ساحة الشهداء. نفس السلطة اعترفت أنه الأزمة مستمرة لأنهم مختلفين على الحصص، وكل طرف عم يسأل شو بيطلع لنا. يطلع لكم شعب وعي قرر يتظاهر، يقفوا بوشكم بعد ما سكرتوا كل بواب التغيير الديمقراطي. ومن ساحة الشهداء حيث وصلت المسيرات كانت كلمة موحدة باسم التحرك الشعبي. قبل أيام من عيد الاستقلال حاولوا كم أفواهنا وتواطؤوا على قتلنا معنويا كي نتراجع عن تطلعاتنا بحلم الوطن الذي يرفع من قيمة الإنسان، لكنهم فشلوا وسيفشلون. هذا في بيروت، أما في صور فاحتفال لرفع أكبر علم لبناني بالتزامن مع تسيير مراكب في شاطئ المدينة حاملة الأعلام اللبنانية. وفي عيد الاستقلال وضع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل إكليلا من الزهر على نصب الأمير فخر الدين أمام الوزارة بمشاركة عدد من العسكريين الذين أدوا التحية في هذا اليوم الوطني. وبمناسبة الاستقلال أيضا جال وفد من تيار المستقبل في بيروت على أضرحة رجالات الاستقلالين الأول والثاني، وتأكيد على أن حماية لبنان تؤمنها ثقافة الاعتدال الديني. من مركز تيار المستقبل في قصقص انطلقت جولة وفد منسقية بيروت في التيار على أضرحة رجالات الاستقلالين الأول والثاني لمناسبة ذكرى الاستقلال. الوفد زار ضريحي النائب الشهيد وليد عيدو ونجله الشهيد خالد وقرأ الفاتحة لأرواحهما الطاهرة في حضور مازن وليد عيدو، ثم انتقل الوفد لوضع إكليل من الزهر على تمثال حبيب أبو شهلة، كما كانت وقفة أمام نصب الجندي المجهول قبل أن ينتقل المشاركون في الجولة إلى أمام تمثال الرئيس بشارة الخوري، ومن ثم إلى ضريح الرئيس الشهيد رياض الصلح حيث قرأوا الفاتحة لروحه. وبعد ذلك اختتم الوفد جولته بزيارة أضرحة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير الشهيد محمد شطح واللواء الشهيد وسام الحسن، وقرأوا الفاتحة لأرواحهم وأرواح رفاقهم الشهداء الأبرار. يوم 22 من تشرين الثاني لهذا العام هو يوم مشوب بالقلق على الحاضر والمستقبل، بعدما طال الإجرام الحاقد اللبنانيين، هذا الإجرام الذي نرفضه رفضا قاطعا والذي هو بعيد عن ثقافتنا وإيماننا بالله العلي العظيم، كما وأن الشعور بالمرارة لهذا العام يصبح مضاعفا بسبب غياب رأس للدولة. أيتاني حي العسكريين المخطوفين وأهاليهم مشددا على الوفاء لرئيس الشهيد رفيق الحريري والولاء لنجله سعد، مؤكدا حرص تيار المستقبل على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية. ليست المرة الأولى التي يشارك فيها محرك البحث الضخم جوجل اللبنانيين في أعياد ومناسبات عدة، لكنه اختار هذه المرة أن يعيد الاستقلال اللبناني على طريقته، حيث غير شعاره على صفحته واضعا العلم اللبناني داخل أحرفه التي تميزت باللون الأخضر كلون أرزة لبنان، وعند الضغط عليها يظهر للقارئ كل ما يتعلق بعيد الاستقلال اللبناني من تاريخ وأحداث وإنجازات. أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن العروبة باتت رديفة للاعتدال وعنوانا للاستقرار وهوية نمتشقها في وجه الانشقاقات المذهبية، داعيا إلى العمل على المصالحة مع جيراننا على قواعد الاستقرار السياسي. وفي كلمة له بمناسبة يوم التضامن مع دولة الإمارات بدعوة من السفارة اللبنانية في أبوظبي، اعتبر المشنوق أن التجربة الإماراتية السياسية الرصينة والمتواضعة تشكل مثالا يحتذى بدلا من الصغار الغارقين في الاستعراضات ومن الكبار المترددين في حمل لواء الحق. أمنيا أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو حبيب عين في بلدة برقايل بعدما دحمت منزله للاشتباه بارتباطه بمجموعات إرهابية وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وفي بلدة الشيخ زناد وأثناء مرور دورية الشواطئ في قوى الأمن الداخلي اعترضتها سيارة من نوع مرسيدس وبداخلها كل من عين زين وميم لام محاولين عرقلتها، ما اضطر عناصر الدورية إلى إطلاق النار باتجاه السيارة من دون وقوع إصابات، وقد تمكن الشخصان المذكوران من الفرار ويجري تعقبهما.
تتابعونا بعد الفاصل. مجزرة في درعا والثوار ريف حلب الشمالي يحررون قريتين بغطاء جوي تركي أمريكي. أهلا بكم من جديد. أعلنت فرنسا أن حاملة طائرات شارل دوغول ستباشر غدا ضرباتها ضد تنظيم داعش الإرهابي، في وقت أبقت بلجيكا على حال التأهب القصوى في بروكسل، وكشفت هوية شخص ثالث متورط في هجمات باريس الإرهابية. اعتبارا من الاثنين ستدخل حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول رسميا على خط الحرب على تنظيم داعش الارهابي. فقد كشف وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان ان حاملة الطائرات التي وصلت الى شرق البحر المتوسط جاهزة لاطلاق طائراتها الحربية وضرب مواقع التنظيم المتطرف. هذا الاعلان الفرنسي يأتي بعد 9 ايام على هجمات باريس الارهابية التي تبناها التنظيم وخلفت 130 قتيلا و350 جريحا. وفي سياق متصل أعلنت الشرطة البلجيكية اسم شخص ثالث يشتبه بتورطه في اعتداءات باريس، وهو المغربي العزيز إبراهيمي في 39 من عمره، وقد تم توقيفه وهو يقود سيارته من نوع سيتروان وعثر فيها على مسدس وأثر دماء، فتم تفتيش منزله حيث عثر على أسلحة. وتزامن ذلك مع إبقاء السلطات البلجيكية على درجة التأهب الأمني القصوى في العاصمة بروكسل، فيما ستجري الاستخبارات والشرطة والأجهزة القانونية مراجعة جديدة. وقال مركز الأزمات في بلجيكا عبر موقع تويتر إن درجة التأهب الأمني في بروكسل ستظل عند المستوى الرابع، وهي الدرجة القصوى التي تشير إلى تهديد جدي ووشيك بشن هجوم، بينما ستبقى عند الدرجة الثالثة في باقي أنحاء البلاد، مما يعني وجود تهديد محتمل. أما إيطاليا فاعتقلت عددا من المشتبه بهم وبينهم تونسيان كانا يحاولان الوصول إلى تونس عبر البحر، وعثر معهما على أكياس مواد كيماوية قابلة للاستعمال في الأحزمة الناسفة أو القنابل، وصور لملثمين وأسلحة رشاشة، إضافة إلى صور ملعب كرة قدم في ألمانيا. إلى كندا، حيث سمح لطائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية باستكمال مسارها إلى اسطنبول بعدما هبطت اضطراريا في مدينة هاليفاكس إثر بلاغ بوجود قنبلة على متنها وتبين أنه كاذب بعد تفتيشها. وفي جديد الأزمة السورية، أعلنت كتائب الثوار في ريف حلب الشمالي تحرير قريتي حرجلة ودلحة بغطاء جوي تركي أمريكي معلن للمرة الأولى، في حين سقط ضحايا في صفوف المدنيين بينهم أطفال في غارات من الطيران الروسي استهدفتهم في حي طريق السد بدرعا. لم يترك نظام الأسد وحليفه الروسي ملجأ ولو صغيرا يحتمي فيه من تبقى من مدنيين داخل سوريا هربا من الغارات الجوية والقصف البري. ففي مدينة درعا ارتكب الطيران الحربي الروسي مجزرة جديدة راح ضحيتها أكثر من 10 أشخاص غالبيتهم من النساء والأطفال في حي طريق السد، فيما قتل عدد آخر من المدنيين في مدينة نوى. كذلك تعرضت بلدتا الحراك وكفر شمس ومدينة إنخل لقصف من قبل قوات النظام، بينما دارت اشتباكات عنيفة في بلدة الشيخ مسكين وقصف الجيش الحر معاقل النظام في قرية قرفة. وفي ريف العاصمة سقط ضحايا بقصف بالبراميل المتفجرة على مدينة دارية وباستهداف قوة الأسد مخيم خان الشيح بالمدفعية وقصفها مدينتي عربين ودومة، فيما سجلت المواجهات في محيط دارية ومنطقتي المرج وحرستة وفي محاور عدة من ريف اللاذقية. ومع فتح قوات النظام نيران رشاشاتها على مناطق في شارع 30 بمخيم اليرموك بدمشق، أغارت طائرات حربية يعتقد أنها روسية على مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب. أما في ريف حلب الشمالي فقد أعلنت كتائب الثوار تحرير قريتي حرجلة ودلحة بغطاء جوي تركي أمريكي معلن للمرة الأولى منذ أن شاركت أنقرة في ضربات قوات التحالف ضد تنظيم
تنظيم داعش، وتقع القريتان ضمن المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لتشكيلها. كذلك استهدفت الفصائل المقاتلة تمركزات لقوات النظام في منطقة العمارة وحي الفرقان ومنطقة الأكرمية بمدينة حلب، في حين تجددت الاشتباكات في منطقة الهضبة الخضراء ومحيط منطقة خان طومان وفي محوري الراشدين وجمعية الزهراء، فيما أغارت طائرات روسية على قرى بريف حلب الجنوبية. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الحرب لن تتوقف في سوريا والفوضى لن تنتهي إن بقي رئيس النظام بشار الأسد في السلطة، مؤكدا أن بلاده ستضمن حدوث انتقال سلمي للسلطة في سوريا وتحافظ على الدولة السورية وتمنع سقوطها، ومتعهدا بدحر الإرهاب وتجفيف منابعه. الحرب على الإرهاب هو العنوان الأبرز لتحركات دبلوماسية على الصعيد الدولي، حيث أوضح الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ختام قمة آسيان ماليزيا أن بلاده ستواصل قيادة التحالف ضد داعش وسط مساعي لتعزيز هذا التحالف، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ستلاحق قيادة داعش وتفكك التنظيم بالتعاون مع شركائها، وأن دحر الإرهاب وتجفيف منابعه أولوية بالنسبة لواشنطن. أما بالشأن السوري فقد لفت أوباما إلى أن الحرب لن تتوقف في سوريا والفوضى لن تنتهي إن بقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة، مشيرا إلى أن واشنطن ستضمن حدوث انتقال سلمي للسلطة في سوريا وسنحافظ على الدولة السورية ونمنع سقوطها. من جانب آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إن هناك خططا لعقد مؤتمر قمة في آذار المقبل لإعادة توطين ملايين الفارين من سوريا، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستقدم خطة عمل شاملة مطلع العام المقبل لهزيمة العنف والتطرف. إلى ذلك شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إطلاق المرحلة التالية من العمليات العسكرية في سوريا، مؤكدا أنه لم يتحقق ما يكفي حتى الآن لتطهير سوريا من الإرهابيين والمتمردين وحماية الروس من الهجمات الإرهابية المحتملة. تزامنا أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن الأجهزة الأمنية الإيرانية قد أحبطت حتى الآن جهود تنظيم داعش لزعزعة الأمن في إيران، مؤكدا فيما يتعلق بشأن السوري أنه لولا المنسق السابق لقوات الحرس الثوري في سوريا حسين همداني الذي قضى في سوريا لسقطت دمشق منذ 3 سنوات بيد المعارضة السورية ولاختلفت الأوضاع بالكامل على حد تعبيره. من جهته جدد رئيس النظام السوري بشار الأسد هجومه على تركيا والسعودية وقطر، معتبرا في مقابلة مع محطة فينيكس الصينية إن العديد من دول الغرب والمنطقة لا مصلحة لها في التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وهم يؤمنون فقط بدعم من أسماهم بالإرهابيين. العديد من البلدان في الغرب كما في منطقتنا لا مصلحة لها في التوصل إلى حل سياسي، إنهم يؤمنون فقط بدعم الإرهابيين من أجل إسقاط الدولة وتحقيق انهيار سياسي في سوريا، ولذلك فإنهم يريدون إطالة أمد الأزمة. يمكنني القول أنه إذا لم يكن ذلك الدعم موجودا يمكن تغيير الوضع خلال أقل من سنة، وعندها يمكن إلحاق الهزيمة بالإرهابيين والشروع في هذه العملية. لكن إذا أردت الحديث عن العملية بعد إلحاق الهزيمة بالإرهابيين يمكن التحدث عن فترة أقصاها 2 سنوات لتنفيذ كل شيء. مضى حوالي 5 سنوات منذ حل وباء الإرهاب في سوريا، وقد حدث هذا بالطبع بدعم من دول إقليمية وعالمية، فقد تمكن الإرهابيون من الاستيلاء على العديد من المناطق في سوريا، وبالطبع فإن الجيش السوري يحاربهم وقد انتصر في عدة معارك، إلا أنه لا يستطيع التواجد في كل مكان على الأرض السورية. لكن مؤخرا وبعد مشاركة سلاح الجو الروسي في محاربة الإرهاب فقد تحسن الوضع بشكل جيد جدا. بالنسبة لنا كسياسيين وكدولة وكحكومة فإن الهدف الرئيسي هو العمل لمصلحة الشعب، وهكذا فإننا سنستجيب لأي مقترح جيد. في الشأن السوري أيضا قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة إن كل الدول متفقة على أن المرحلة الانتقالية ستكون خالية من رأس النظام بشار الأسد، وأعلن في مقابلة مع وكالة الأناضول إن مكالمته الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وزياراته للدول الغربية تمحورت بشأن ضرورة أن يكون هناك وقف لإطلاق النار بالتزامن مع الحل السياسي وإيصال المساعدات. كما أكد خوجة على ضرورة أن توقف روسيا قصفها للشعب السوري وأن تضغط على النظام للتوجه إلى طاولة المفاوضات.
في اليمن، وفي ظل تحقيق المقاومة الشعبية المزيدة من التقدم الميداني في محافظة مأرب، وصل نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح إلى المحافظة في أول زيارة لمسؤول يمني رفيع إلى هذه المدينة منذ تحريرها. تستكمل القوات الموالية للشرعية عملية فتح الطريق باتجاه العاصمة اليمنية لتحريرها من الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم، بحيث تمكنت بدعم من التحالف العربي من فرض طوقا حول مديرية دمت في محافظة الضالع ومن السيطرة على جبلي مضرح والمعصر الاستراتيجيين. المقاومة الشعبية فتحت كذلك جبهة جديدة مع الحوثيين جنوب غرب تعز في إطار خطط لاستعادة المدينة وفك الحصار عنها. وسجلت المعارك في محيط مدينة الرادهة أبرز معاقل الإنقلابيين، فيما سيطرت قوات الجيش على منطقة حميم وعدد من المواقع المهمة. وفي صنعاء تصدى رجال القبائل في منطقة بني ظبيان لتعزيزات عسكرية كانت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح أرسلتها للالتفاف على مأرب من الجهة الجنوبية الشرقية للعاصمة. وتتزامن المكاسب الميدانية مع تحركات حكومية تمثلت بوصول نائب الرئيس اليمني خالد بحاح إلى منطقة صافر بمحافظة مأرب المحررة لمتابعة سير العمليات العسكرية هناك والاستعدادات الجارية لاستعادة باقي مناطق المحافظة. ويجتمع بحاح مع قيادات السلطة المحلية وقادة المنطقة العسكرية الثالثة التي تتخذ من مأرب مقرا لها للاطلاع على حجم الاستعدادات العسكرية لتحرير ما تبقى من مناطق ومحافظات والبدء بعملية عسكرية جديدة لاستعادة العاصمة صنعاء. وفي النشرة بعد الفاصل، النائب الحريري تحذر من خطورة الوضع في ظل الفراغ الرئاسي. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان. وقد تابعتم فيها: لبنان يتبلغ انتهاء المناورات الروسية في المتوسط، وزعيتر يعلن أن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها. الاستقلال الثاني بغياب رأس الدولة، مسيرات حزبية وأهلية تجوب بيروت، وأكاليل من الزهر على أضرحة رجالاته. شارل دوغول تباشر غدا ضرب داعش، وبلجيكا تبقي على حال التأهب القصوى في بروكسل. حذرت النائب بهية الحريري من خطورة الوضع في لبنان في ظل الفراغ الرئاسي، وأكدت أن لا رئيس للجمهورية في لبنان من دون توافق جميع الأطراف حوله. كلام الحريري جاء خلال لقاءاتها الأسبوعية في بيت الوسط. شعار الحرب على الإرهاب لا يتحقق لا بالصواريخ ولا بالطيران، بل بإبعاد الشباب عن اليأس والإحباط حتى لا يتوجهوا إلى الإرهاب. الكلام لرئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري خلال لقائها عدد من الفعاليات البيروتية في حضور النائب محمد قباني في إطار استقبالاتها الأسبوعية في بيت الوسط، حيث التقت أيضا وفد من كشافة المستقبل واجتمعت إلى عدد من الوفود. الحريري وإذ لفتت إلى أن ما شهدته الأيام الماضية من أحداث إرهابية، سواء تفجير برج البراجنة أو الأحداث الإرهابية في فرنسا وفي مالي، له انعكاسات كبيرة. أشارت إلى أننا نمر بواحدة من أدق المراحل الانتقالية وأخطرها، وهذا يتطلب الكثير من التنبه والوعي. وحذرت من أن الفراغ الرئاسي الذي نمر به خطير ومؤذن للغاية، قائلة: بالتأكيد هناك توازنات خارجية وداخلية، ولكننا نحن مسؤولون عن الاستقرار الداخلي. علينا أن لا ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية وندع كل الأمور معلقة ونترك المواطنين من دون أفق وتواصل. ودعت الحريري إلى إيجاد مخارج خلاقة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، لافتة إلى أنه لم يبقى في البلد سوى المشروع الذي أرسى قواعده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإن شاء الله يتمكن الرئيس سعد الحريري من إكمال هذا المشروع ولو كان الطريق صعبا.
وفي مناسبة عيد الاستقلال أسفت الحريري إلى مروره من دون إجراء احتفال رسمي بالمناسبة، وأملت في أن يؤدي تفاقم الأوضاع على كل صعد إلى تسريع التسويات، معتبرة أن الموضوع الأساس هو ملء الفراغ الرئاسي، في حين أن موضوع قانون الانتخاب يحتاج إلى بعض الوقت ولا يجب أن يسلق سلقا. مضيفة: علينا أن نبحث عن الأفضل، ونحن لا نقف مطلقا حجر عثرة بالنسبة لقانون الانتخاب. الحريري أكدت أن لا رئيس للجمهورية في لبنان من دون توافق جميع الأطراف حوله، وأشارت إلى أن لبنان قائم على التسويات، وأي تسوية يمكن أن تحدث الآن يجب أن تكون واضحة ومنطلقة من اتفاق الطائف ومن التوازنات القائمة، مذكرة بالتنازلات التي لم يتوان الرئيس سعد الحريري عن تقديمها لمصلحة البلد منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري، فهو رجل دولة ولا يفكر بمكتسباته الشخصية بل بمصلحة البلد، لافتة إلى أن ما مر به الرئيس سعد الحريري غير مسبوق بتاريخ لبنان وخصوصا الانقلاب على حكومته، ورغم كل ذلك لم يغير قناعاته. وختمت النائب الحريري قائلة: نحن لم نفكر يوما بمكسبنا الشخصي بل نفكر دائما بمصلحة البلد لكل لبنانيين، نحن مع الدولة وسنظل مع الدولة، وهذه الدولة لها قواعد ولا تقوم على المتاريس بل على تغليب الشأن العام. أعلن النائب عاصم عراجي انفتاح تيار المستقبل على كل المبادرات والطروحات التي من شأنها تفعيل العمل الحكومي اليوم قبل الغد. كلام عراجي جاء خلال تمثيله الرئيس سعد الحريري في مؤتمر السياسات الشبابية الذي أطلقه قطاع الشباب في تيار المستقبل، وذلك في البارك أوتيل شتورة. أكد النائب عاصم عراجي ممثلا الرئيس سعد الحريري أن مواجهة الإرهاب لا تكون إلا بتعطيل سياسة التعطيل والاقتناع بضرورة الذهاب إلى تسوية وطنية شاملة، مشددا على أن تيار المستقبل مؤمن بأن الحوار ضرورة لتحصين لبنان. كلام عراجي جاء خلال إطلاق تيار المستقبل لقطاع الشباب مؤتمر السياسات الشبابية برعاية الرئيس سعد الحريري، وذلك بعنوان شارك لنغير. المؤتمر افتتح بمشاركة كل من النواب طوني أبو خاطر، جمال الجراح، أنطوان سعد، وأمين وهبي، بالإضافة لعدد من فعاليات المنطقة. لا مفر من مواجهة الإرهاب إلا بتعطيل سياسة التعطيل والاقتناع بضرورة الذهاب إلى تسوية وطنية شاملة مدخلها السليم البت بمصير رئاسة الجمهورية كما قال الرئيس سعد الحريري، والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة، والتفرغ لمهمة إعداد قانون انتخاب يرضي الجميع. نحن في تيار المستقبل نؤمن بأن الحوار هو ضرورة لتحسين لبنان ومحاولة الوصول إلى تسويات شجاعة تخرج لبنان من الدوران في الحلقة المفرغة، وبالتالي نحن منفتحون على كل المبادرات والطروحات التي من شأنها إعادة تفعيل العمل الحكومي اليوم قبل الغد. ما حدا عم يجي يستثمر بلبنان نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية السائدة، لأنه كلكم تعرفوا أنه الاستثمار أو زيادة الاستثمار اللي بيخلق فرص عمل بده استقرار تشريعي قانوني، بده استقرار سياسي، وبده استقرار أمني، ونحن ثلاثة معنا إياه. على شباب الغرب أن يحملوا الأسس والمبادئ السليمة الوطنية التي اجتمعنا عليها جميعا في ثورة وانتفاضة الاستقلال والتي أسست للبنان الجديد. كما كانت كلمة لزياد ظهر من قطاع شباب تيار المستقبل الذي تحدث عن دور الشباب الجامعي وأهمية توفير فرص العمل وتأمين الاستقرار السياسي والأمني، وتخلل المؤتمر جلسات عمل مختلفة. تعرض موقع المستقبل الإلكتروني لقرصنة ظهر بنتيجتها علم داعش على الموقع وبثت أناشيد للتنظيم، هذا وتعمل الفرق التقنية المختصة على رفع هذه القرصنة وإعادة العمل بالموقع كالمعتاد. قال النائب محمد قباني إنه فوجئ بأحد النواب يهدد بقطع المياه عن عاصمة بلاده،
أضاف قباني: لقد تذكرنا حصار العدو الإسرائيلي لبيروت وقطعه المياه عنها، وهي يومها لم تركع ولم تعطش أمام حصار شارون، واليوم أيضا لن تركع بيروت ولن تعطش مع تهديد هذا النائب. وختم بالقول: أمام هذا المستوى من الأداء السياسي نقول يا عيب الشوم. في عكار تتباين المواقف بين الأقفال النهائي لمكب إسرار وبين تحويل المكب إلى مطمر صحي يستفاد منه في حل أزمة المكبات العشوائية في المنطقة. تتواصل التجاذبات في محافظة عكار حول موضوع النفايات في ظل تناقض في المواقف بين رفض وتأييد لإقامة مكب أو مطمر صحي في إسرار. الرافضون يدعون إلى إقفال المكب خوفا من أخطار كثيرة على البيئة والصحة والسلامة العامة. في المقابل يؤكد المؤيدون أهمية إنجاز مشروع تحويل جزء من مكب إسرار إلى مطمر صحي يستفاد منه في حل أزمة المكبات العشوائية في المنطقة، إضافة إلى إقامة معمل لفرز النفايات. طيب شو البديل؟ اليوم إذا أنا بدي ألغي شيء بدي يكون في عندي البديل عنه. شو هو البديل؟ تنكب النفايات على الطرقات وعلى مجاري الأنور والأودية وتصفي كارثة بيئية عندنا بالمنطقة. وهذا المكب يعني حسب ما اطلعوا عليه وشافوه بعض المعنيين بالأمر خاصة وزارة الشؤون الإدارية، شافوا أنه هذه المنطقة لما جبنا الأوروبيين وشافوا منطقة تصلح لأن تكون مطمر ومكب لمنطقة عكار، ما شفنا آثار يعني تدل على انه هناك اذى او هناك امراض. يعني اذا سكر مكب بسبب بدل ما هلا عندنا 30 مكب عشوائي بصير عندنا 125 مكب، لانه عندنا 125 بلديه عدا عن البلديات اللي ما فيها بلديات، كمان عن الضيعه ما فيها بلديات. في معمل خبز بيعالج حوالي 500 طن بالنهار، هذا مقرر من الاتحاد الاوروبي، هلا هو مجلس عمال الاعمار على ما اظن متابعين معه مع وزير الشؤون. وتؤكد فعاليات المنطقة أنه في حال إصرار البعض على الإقفال النهائي لمكب إسرار فهذا يعني كارثة بيئية، حيث سينتقل مشهد النفايات المرمية في الشوارع في بيروت وجبل لبنان إلى عكار. وفي النشرة بعد الفاصل: المصريون يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية. أهلا بكم من جديد. يواصل الناخبون المصريون الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية، فيما تقاطر مصريو الخارج لليوم الثاني إلى مراكز الاقتراع للتصويت في 139 سفارة وقنصلية مصرية حول العالم. أكثر من 28 مليون مصري دعيوا للإدلاء بأصواتهم على مدى يومين في المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات التشريعية التي تأمل السلطات أن تعيد إلى البلاد الاستقرار السياسي والاقتصادي. وسيختار الناخبون 282 نائبا عن 13 محافظة في هذه المرحلة من السباق البرلماني التي تواكبها إجراءات أمنية استثنائية يشارك فيها عشرات آلاف الأفراد من القوات المسلحة والشرطة، وهي تنظم تحت الإشراف القضائي الكامل والعديد من المنظمات الحقوقية المصرية والأجنبية، إضافة إلى عدد من المنظمات العربية والإقليمية والعالمية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدلى بصوته في مدرسة مصر الجديدة الإعدادية النموذجية القاهرة، وكذلك فعل رئيس الوزراء شريف إسماعيل الذي أشاد بهذا الإنجاز الكبير. إن شاء الله دي المرحلة يعني تقريبا الأخيرة من انتخابات مجلس النواب، وإن شاء الله خير، وبإذن الله مصر بعدها تنطلق إلى الأمام، وإحنا أوريدي يعني في إنجاز كبير في الفترة الأخيرة. أما شيخ الأزهر أحمد الطيب فناشد المصريين الإقبال بكثافة إلى مراكز الاقتراع، مشبها المقاطع لهذا الاستحقاق بأنه في منزلة العاق لأبيه وأمه. أما في خارج مصر فواصلت 139 سفارة وقنصلية حول العالم استقبال الناخبين المصريين لليوم الثاني والأخير للإدلاء بأصواتهم، باستثناء أربع دول لم تنظم فيها الانتخابات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وهي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى. يشار إلى أن الانتخابات النيابية التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة الطريق بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، والتي تضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد وانتخابات رئاسية. اقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال صباح اليوم
باحات المسجد الأقصى المبارك في وقت استشهد شاب وفتاة فلسطينيان على أيدي المستوطنين في مدينتي القدس المحتلة ونابلس. في أقل من ساعة استشهد شاب وفتاة فلسطينيان صباح اليوم جراء إطلاق النار عليهما ودهسهما من قبل المستوطنين الإسرائيليين في مدينتي القدس المحتلة ونابلس. فبالقرب من حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة استشهدت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما بعد دهسها من قبل المستوطنين في وقت أطلق مستوطنون النار على شاب قرب مستوطنة معالي أدوميم قرب العيزرية بالقدس المحتلة، فيما زعمت مصادر عبرية أن مستوطناً أصيب بعد طعنه من قبل الشاب. وفي إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة اقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك، كما شن جنود الاحتلال حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت عشرات الفلسطينيين من محافظة الخليل من بينهم نساء وأطفال، كما فتشوا مئات المنازل ودمروا محتوياتها وصادروا محتويات الجمعية الخيرية الإسلامية في منطقة الشيوخ بالكامل. إلى ذلك تجمع المئات من مستوطني غوش عتسيون كريات 4 المقامة على أراضي الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة أمام اجتماع الحكومة الإسرائيلية في احتجاج على الأوضاع الأمنية المتدهورة وفقا لما يصفوه مطالبون بتجديد قمع الفلسطينيين. هذا ويبدأ وزير الخارجية الأمريكية جون كيري اليوم زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط تشمل الأراضي الفلسطينية والإمارات العربية المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن كيري سيجري خلال وجوده في تل أبيب والقدس ورام الله محادثات بشأن تطورات الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين والقضايا الثنائية والأمن الإقليمي بما في ذلك سوريا وتنظيم داعش الإرهابي. ضربت عاصفة ثلجية شديدة الغرب الأوسط للولايات المتحدة واجتاحت ولايات من ساوث داكوتا حتى ويسكونسن بثلوج بلغت سماكتها 40 سنتيمترا، وتسببت بإبطاء حركة الملاحة الجوية وإلغاء أكثر من 514 رحلة وتأخير بعض الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة الأمريكية. ويتوقع أن تتجه العاصفة شرقا إلى منطقة البحيرات العظمى لتصل إلى ميشيغان ونيويورك. في الرياضة بعد الفاصل، 1500 تذكرة متبقية لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. اهلا بكم من جديد ونصل الى النشره الرياضيه مع عباس. مرحبا عباس. يعني مرحبا هنادي. امبارح هجوم ارهابي تعرض له ريال مدريد على يد برشلونه، صار في ضحايا كثير واقالات. لا، احلى شيء كان يعني النكته اللي طلعت انه يا ريتهم جايين انتحاريين مخلصين ريال مدريد، انه فجرين نفسهم بالملعب ليخلصوا من الموضوع. فرجينا شو تداعيات هالانفجار. شكرا لك هنادي. أذن مساء الخير. أكيد في تداعيات كثيرة، أبرزها هو اليوم اللي صار منذ بعض الوقت قرار فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بإقالة المدرب رافائيل بنيتيز بعد هذه الخسارة القاسية جدا اللي كانت تعرض لها النادي الملكي أمام برشلونة، والمفارقة أنها كانت عم تصير على أرضه وبين جماهيره. قرر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إقالة المدرب رافائيل بنيتيز بعد الخسارة القاسية اللي تعرض لها النادي الملكي أمام برشلونة في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وفي خبر عاجل وحصري انفردت فيه صحيفة ماركا الإسبانية على صدر صفحتها الرئيسية، فقد قرر رئيس ريال مدريد إقالة المدرب الإسباني رافائيل بنيتيز بسبب النتائج السلبية اللي حققها الميرينجي تحت قيادته، حيث بيت الفريق يتأخر بفارق 6 نقاط عن برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 30 نقطة. ويبدو أن لاعبي ريال مدريد فقدوا الثقة ببنيتيز، خاصة مع تهديدات نجم الفريق كريستيانو رونالدو بالرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو خلال الصيف المقبل إذا ما استمر بنيتيز مديرا للجهاز الفني للفريق. وأكدت الصحيفة المدريدية أن قرار إقالة بنيتيز سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة دون الكشف عن هوية المدرب الجديد، والذي قد يكون الفرنسي زين الدين زيدان أو إعادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي كما أوردت التقارير الإعلامية مؤخرا. وانفرد فريق ريال مدريد الإسباني برقم قياسي جديد بين أكبر الأندية الأوروبية، كونه يعتبر الأكثر تغييرا للمدربين في آخر 20 سنة، حيث تولى تدريبه 19 مدرب منذ العام 1996 بمن فيهم رافائيل بنيتيز يلي تسلم المهمة رسميا يوم 3 حزيران يونيو 2015. ومن باب المصادفة فإنه بنيتيز يتواجد في قائمة أكثر المدربين المعمرين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث درب فريق ليفربول الإنجليزي لمدة 6 مواسم بالفترة من 2004 ل 2010، إلا أنه ريال مدريد سيحطم رقمه من خلال إقالته بعد مرور 6 أشهر فقط على تولي مهمة تدريب اللوس بلانكوس.
السقوط المدوي لريال مدريد أمام برشلونة بربعي نظيفة هز أركان قلعة النادي الملكي بقوة ووضع الموسم في مهب الريح لا يطفو من جديد كيبوس الموسم الصفري على السطح وسط كم هائل من المشاكل داخل صفوف الفريق. الهزيمة في مباراة بالدوري ليست كارثة حتى وإن كانت أمام الغريم اللدود وحتى وإن كانت برباعية في سانتياغو برنابيو، لكن الكارثة الحقيقية هي الأسباب الرئيسية وراء هذا السقوط المذل وانعكاساتها على باقي الموسم. الأسباب اللي أدت إلى الخسارة الرباعية النظيفة يتقدم أهم نجم بالفريق في السنوات الأخيرة وهو الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو بفضل تصرفاته الصبيانية اللي أقدم عليها مؤخرا والتي ضربت استقرار الفريق في مقتل. فلا يعقل أن يقوم النجم الكبير باللعب على أوتار المغادرة ومغازلة مسؤولي باريس سان جيرمان عقب مباراة الفريقين بدور الأبطال. يأتي هذا في وقت تراجع في مستوى رونالدو بشكل واضح. أما تاني الأسباب للسقوط المدوي أمام برشلونة لا يحتاج لتعريف لأن الكل يعرف رغم تهربه من مسؤولية هذه الخسارة بعد المباراة هو رافائيل بنيتيز المدير الفني للفريق والرجل الذي جاء ليقضي على بقية الباقية من الفريق. أخطاء بنيتيز عديدة في إدارته للريال في هذه المواجهة، لكن يبقى أهم هو استبعاد كاسيميرو مدافع الوسط الصريح للفريق وصاحب الواجبات الدفاعية من التشكيل الأساسي، ما تسبب في منح الفرصة لخط وسط برشلونة لا يفعل ما يحلو له وسط أداء دفاعي ضعيف لكروس ومودريتش. المدرب الإسباني لم يكتفي بهذا الخطأ الكارثي بل أضاف عليه إشراك بنزيما التائه بين الإصابات والقضايا وهو الغائب عن التشكيل الأساسي منذ فترة، ثم تدخل بعبقرية وسحب خميس رودريغيز أفضل لاعبي الفريق وأشرك مكانه إسكو في وقت كان في ثنائي بيل وبنزيما مجرد أشباح داخل الملعب. وتبقى أكبر خطايا بيريز هي إصراره على تعيين رافا بنيتيز رغم كل التحذيرات في وقت تجاهل فيه مدربين كبار أمثال يورغن كلوب وأوناي أميري. كل هذه الأسباب هي الكارثة بالفعل وليست نتيجة الخسارة أمام برشلونة برباعية، فالخسارة ستذهب لحال سبيلة، أما أثار هذه الأسباب ستبقى مستمرة مع الفريق وسيكون من الصعب التخلص منها بسهولة. للمرة الثانية بتاريخه حصد فريق جوانغزو إيفرغراند الصيني لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد ما حقق الفوز المطلوب بهدف نظيف على حساب ضيفه الأهلي الإماراتي. للمرة الثانية بتاريخه حصد فريق جوانغزو إيفرغراند الصيني لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد ما حقق الفوز المطلوب بهدف نظيف على حساب ضيفه الأهلي الإماراتي في لقاء الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم واللي أقيم على ملعب تيانهي بإدارة الحكم الأوزبكي إماراتوف. وكان جوانغزو قد خرج بتعادل سلبي في موقع الذهاب في دبي ليحسم اللقب القاري بعد فوزه بهدف سجله البرازيلي أليكسيون في الدقيقة 54 ويحرم الأهلي الإماراتي من حلم التتويج بزعامة آسيا لأول مرة في تاريخه بعد ما لعب بعشر لاعبين منذ الدقيقة 66 من عمر المباراة وبعد طرد سالمين خميس. وحصد التنين الصيني اللقب القاري الأول منذ عامين ونجح في خطف الزعامة الآسيوي مجددا ولكن هذه المرة تحت قيادة المدرب البرازيلي المخضرم لويس فيليبي سكولاري. اللقاء في مجمل اتسم بالأداء التكتيكي اللي كان محل صراع مثير بين سكولاري ونظيره الروماني كوزمن مدرب الأهلي الإماراتي ونجح جوانغزو في خطف هدف الفوز بمهارة فردية كانت من البرازيلي أليكسون وخطأ دفاعي ساذج من لاعبي الأهلي بجانب طرد سلميني اللي أثر بالسلب على أداء بطل الإمارات. شهدت مباراة باناثينيكوس وأولمبياكوس في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري اليوناني لكرة القدم أحداث عنف داخل وخارج الاستاد وتمثلت بإلقاء مقذوفات نارية على أرض الملعب قبل انطلاقة المباراة. دوري اليوناني لكرة القدم أحداث عنف داخل وخارج الاستاد وتمثلت بإلقاء مقذوفات نارية على أرض الملعب قبل انطلاقة المباراة. ودارت مشاحنات عنيفة بين شرطة مكافحة الشغب المتواجدة في الملعب لتأمين المباراة والجماهير خارج الاستاد وتحولت الأجواء في الملعب إلى ضبابية نتيجة دخان المتصاعد من المقذوفات النارية قبل ما تصيب إحدى هذه المقذوفات النارية ألفريد فيموج جاسان مهاجم أولمبياكوس يلي قرر مغادرة الملعب برفقة زملائه خوفا من تعرضه لأي مكروه. ورغم مطالبات باناثينايكوس ببدء المباراة بعد تأجيلها لفترة من أجل تهدئة الأوضاع إلا أنه أعمال الشغب استمرت لستين دقيقة وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي والأسلحة البيضاء بين الجماهير وقوات مكافحة الشغب ليتم إلغاء ديربي أثينا على الفور بقرار من حكم المباراة. وأعادت هذه المشاهد العنيفة إحياء صورة الأحداث المؤسفة يلي شهدها الموسم الماضي أيضا حيث فاز باناثينايكوس على أولمبياكوس 2-1 في الدوري إلا أنه تم خصم نقاط الفوز وتغريمه ومنع جماهيره من الحضور إلى الملعب لمباراتين بعد اقتحام جماهيره أرضية الملعب وبعد صافرة النهائي ملحقين في أضرار جسيمة. كشفت حلبة مرسياس عن تبقي أقل من 1500 تذكرة مخصصة لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الفورمولا 1 لعام 2015 في أبوظبي والذي سيقام خلال عطلة الأسبوع الحالي.
كشفت حلبة مرسياس عن تبقي أقل من 1500 تذكرة مخصصة لحضور سباق جائزة الاتحاد الطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2015 في أبوظبي الذي يقام خلال عطلة الأسبوع الحالي. ومع نفاذ جميع التذاكر في كل من المدرج الرئيسي والمدرج الغربي ومدرج المارينا، تبقى أقل من 1500 تذكرة مخصصة لحضور الحدث. ويدعو المنظمين محبي سباقات الفورمولا 1 بالإسراع في الحصول على تذاكرهم لحضور السباق نظرا لوجود عدد محدود من التذاكر المتوفرة في كل من المدرج الشمالي والمدرج الجنوبي. ومن المتوقع نفاذ جميع التذاكر المخصصة للحدث اللي بيتسع ل 60,000 متفرج خلال أيام، فيما تستعد أبوظبي لاستقبال الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة خلال عطلة الأسبوع. وتتواصل التحضيرات للسباق الختامي لموسم مشوق في بطولة العالم لفورمولا 1 والذي سترافق مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية التي سترضي جميع الأذواق. وتنطلق الأجواء الاحتفالية المرافقة للسباق مساء الخميس، إذ تحيي مجموعة من نجوم الغناء في العالم العربي والتي تتضمن الشاب خالد وفارس كرم ودي جي سعيد مراد والمغني الإماراتي أريام أولى أمسيات الحدث السباق. كما تشهد حفلات ما بعد السباق حضور مجموعة مشاهير المغنيين والفرق الغنائية الغربية والتي تتضمن المغني اللاتيني إنريكي إغلاسياس وفرقة فلورنس أند ماشين وفرقة بلور البريطانية. وتشهد مناطق الواحات العديد من الفعاليات الترفيهية والتي تتضمن عروض غنائية وموسيقية، بالإضافة إلى استعراضات مشوقة مثل الباركور والعروض الأكروباتية وألعاب الخفة، والتي ستجعل من سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي مناسبة مميزة لن ينساها زوار الحلبة سواء من المقيمين في الدولة أو القادمين من مختلف أنحاء العالم. أما على مسار الحلبة فستتواصل المنافسة بين سائقي فريق مرسيدس لويس هاملتون ونيكو روزربرغ، واللي رح يحاولوا إثبات قدراتهم مجددا على مسار الحلبة اللي شهدت مواجهة محتدمة بيناتهم في ختام الموسم الماضي. كما تتواصل المنافسات المثيرة على المراكز الستة الأولى، وسيحظى محبو رياضة سباق السيارات بمتعة متابعة الجولة الختامية لسباقات الجي بي 2 وجي بي 3 على حلبة مرسياس. هذا كل شيء لهلأ، مزيد من أخبار الرياضة بتابعوها بنشرة أخبار 7:30. إلى اللقاء. وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: لبنان يتبلغ انتهاء المناورات الروسية في المتوسط، وزعيتر يعلن أن حركة الملاحة ستعود إلى طبيعتها. الاستقلال الثاني بغياب رأس الدولة، مسيرات حزبية وأهلية تجوب بيروت، وأكليل من الزهر على أضرحة رجالاته. شارل دوغول تباشر غدا ضرب داعش، وبلجيكا تبقي على حالة التأهب القصوى في بروكسل. وكان في الرياضة، برشلونة يذل ريال مدريد والخسارة تقيل بنيتيز. أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء. Let's get started.